السلام عليكم ورحمة الله. بس نقطة أخيرة عشان نتذكرها، إنه إحنا عملنا دي أكتيفيت للإنترفيس من آر، من جونيبر آر 4، فلازم أدخل هون على لو حكيت له شو، فأنتوا شايفين هنا إنه في عنده دي أكتيفيتد إناكتيف، فأنا لازم أجي هون وأحكي له أكتيفيت interface EM4 comment. طيب الآن لو حكيت له شو، فأنا يعني شايف هنا اللي هو الانترفيس رجع active، ما بطل بجنبه علامة inactive. طبعا الآن ممكن يعني يستقبل routes، أو زي ما احنا شايفين هنا يعني راح يصير في تحديث على راح يصير في تحديث زي ما احنا شايفين، صار يستقبل اكثر من راوت، وعندي 4.0 نزلت عندي على ال يعني على الراوتينج تيبل، وصار في عندي كمان تو راوتس، واحدة باتجاه R4 واحدة باتجاه R2. السلام عليكم.